وش الدنيا هذه؟ أغراء مببطك مليون بالشوكولات. قبل كم يوم حالة اليوم هي. تعلمت بريك بشكل حاب أقول تبتشكروني سنة حاش سنة حاش سنة. والله تبتدفع تدفع حساب أنت طبعا ها؟ تبتدفع تدفع حساب أنت؟ لا من اللي بيدفع حساب؟ أنت اللي تدفع حساب مصاري. أنا أدفع؟ هي عشان مضبطك أنا أنت تدفع حساب ما طرت أدفع من دافع حساب؟ لا لا ماني دافع أكيد ماني دافع ماني مسوي لك المتسكت خلاص خلها الأغراض نفس ما هن خلهم بالبقالة يخيسن لا 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 شكلت ولا شيء ومشي استراح لا لا خلاص 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 بس هذولي بس ما تاخذ شيء ثاني تدفع حساب أدفع حساب شكرا لله خلاص خذ بس هذول ولا تزود شيء طيب يا توكل الله خلاص وشو ما تاخذ شيء اصبر أقول قدامي قدامي اتمنى يا جماعه الخير انه بعد كل هالاغراض انه يطلع له الشوكليت جميل مو طالع جميل وش تبي مو طالع جميل بيطلع اخس هو الشوكليت انت وش تبي شو تبي وش تبي يعني وش تبي توصل له ابي اغراض هذا جايبه طيب انت بتمن علي انك شريتها لا مي منه هي بس عاد انه قلت لك بضبطك هو الشوكليت يعني الحل اللي ضبطته لك قبل كم يوم زين ولا لا لا حلو خاصد حلقك كل شيء يطلع مني حلو زين ابشر ما تقدر حتى النعم ترى النعم انا باستراحتكم والله نعمك كلم عيال كلم عيال اني نعم انا باستراحتكم اضبطكم حالة واضبطكم والشوكلت وايش تبون اقول لكم عادي يعني معك انا خلاص اسف شوي سكر لا تزعل شوي يلا يقلب وجهك لا لا ما قلت شيء والله تكوى تكوى انا طالبك لا لا تكوى شي 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 خلاص يا ابن الحلال السلام عليكم والله يسعد مساكم كل خير صلوا على النبي يا جماعه الخير اللهم صل وسلم على نبينا محمد السلام عليكم كيف الحال تمام دفعا قيمه هذول يقول بظبطكم بهوت شوكليت لنا حلال وفر قهوته خلاص مو كل يوم قهوه هذا اللي قالك تضبط لنا المشروب هذا لا تضبطنا ان شاء الله شوف لو في كلمه زياده تيجي علي والله احتمال اسوي شيء ما يصير المروح حصل المعرفي صار اذا سممنا يا ابن الحلال اسكت يا اسكت فيصل ماله شكلك لا بالله عصير الله يعافيك ضبطنا تكفى عاش يا هلا بالغالي يا هلا ابو خالد هلا بالزين هلا بالملح والقبله يا حبيبي والله يا بعد حي عاش والله ابو خالد يا مال العز يا هلا ان شاء الله تبارك الله فنجان ايش هذا؟ هذا فنجان العصر المشرق يا سلام والله هلا تمسك وطاسك اللي يحبه يا عند بابا مع انك ما تستاهل تقول مروح ساعد جبت لك يا خسيس يا خسيس ولا بطل ولا وش سلفته يا هلا عمو الزيكا يا هلا بك اكثر كيف الحال بخير الله يسلمك صح النوم رحب دينك اي والله حصل به نوم حلوه اليومين هي بس يا رجل عرفنا النوم يا شيخ يعني بس ما تنام نام بس يا اخي ما بغينا نطرد من الفندق يقول نومه بس ما له لذة فراشك حلو ما شاء الله هي. لا نمشي فراشك سريرين اوف بس اي والله ما جربت نوم الصاله والله يا عم مزيكا يا حب خاطرك يا ضاري ما نمت بالصاله يا عم مزيكا المره الجايه انا نام وبدون بطانيه اصيل المتابعين يسالون عن صوتك شلون ان شاء الله طيب لا اسوء والله اسوء من قبل امس ان شاء الله حتى الحين امورك طيب لا اسوء يا جماعه الخير ترى البارح احنا ما صورنا الحاجه اللي ما تدرون بها اصيل عدانا اي والله حصل به البارح قسم بيت لا يا جماعة الخير متصفرين خمور فعشان كذا ما قدرنا نصور بس الحمد لله عالجنا انفسنا لحقنا على انفسنا شوي وضابنا بهالبيفيدول وفيتامين سي والامور طيبة ان شاء الله اشهد ان محمد رسول الله يقول الله سبحانه وتعالى يطوفون بينها وبين حميم آن وش معنات حميم آن؟ أعطونا إجاباتكم ما معنى حميم آن؟
تكرر الجواب عندي حميم معناته حاضر. حاضر؟ إيه. لا غلط. حميم الآن أي الماء الحار اللي بلغ أشد مراحل الحرارة وهو شراب أهل النار. أعاذنا الله وإياكم منها. آمين. عاش والله أصيل. أخيرا الهوت شوكليت. أبا عليك. شوف شوف يفوح. السلام يا سلام. لا ابن حلال انك بنك وانت ثغنت لي ابو خالد. لا وش اسوي والله ما حد يبي والله ضبطت والله والله ضبطت اصبر يا حوته ليه هلو ارتب 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 ابشر ليه هلو يا رجل برتب قم قم الحين قم تروق تروق ها قم اقول قم 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 اخلص قم يلا حلو قم والله حلو صب صب تلخبط مشاعر صب 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 يلا بس امشي يا ايوه بالله عتاب عاش والله اصيل هذه الحركه اللي بسويها ايه بيبي لك يا ملالس كنت بس لا يدري لا حد يدري عش شقلاطة هنا ايوه كذا كذا تشوف في حسنة دقيقة معليش هذا اللي هي هذا ايه هذا في اي بي اصبر علي عطى وقتي يا شيخ يلا والله حركات في اي بي ترى عندي اوه شوف يا سلام دقيقة يا سلام باقي ما خلصت منه يا سلام مش هد العصي يا شيخ ضبطك انا ها اقول انا ابذوق خلاص 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 وش اخذ وش بلاك دي باقي باقي بفمك بعد يا سلام يا سلام وش السالفه انت ايش قاعد تسوي والله المقطع اللي شفته قصرت والله المقطع اللي شفته حلو بس هذا يا سلام يا صي بالله ايش رايك دلع ها والله دلع شو قال لهم اللي يسوون زي كذا الباريستا البروستد اقول الحمد ربك يا سلام يا سلام يا جماعه مارشميلو وشوكولاته وحركات والله حركات ها عفا عليك سمعت والله ليه سوالي وش وش اسوي ليه ما حطيت هنا وش حطيت ليه ما سويت الحركه ذا ضبط انا ابو خالد جنك مروه خسيس تبقى طول حياتك نذل يا نذل يا خسيس يزبطك يزبطك ما عنده من زي هالتزبيط روح بالله عطنا رايك يا ابو مزيكا مرسمله دق دق اعطنا رايك حار حار بصراحه بصراحه ها فنان كم من عشره 10 من 10 والله عظيم اي والله حلو انت مش عاش والله يا ملل العز يا صيد حبيبي يا ملل العز ها خذ احترق خذوه واو يا سلام يا سلام يا سلام يا جماعه الخير والله خطير يا صيد لا بس شو انا اشرب امسكوا 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 بامسكوا زين يا رد اوه يا جماعه بصراحه يا جماعه قسم بايت الله انه خطير بالله صدق عجبك والله العظيم انه خطير امانه يا شيخ هنيك حبيبي والله شكرا بالله صدق عجبك تسلك قسم بايات الله انه مزبوط يا جماعه الخير والله العظيم انه اصيل ابدع والله ما توقعت تضبط يا سلام يا سلام حبيبي يا ملال العز يا الله يعزك كثير قاعدين يكتبون نبي الطريقه انا صورتك قبل شوين وانت قاعد تسوي الهوت شوكليت ايوه قلت ما راح انزلهم لين اجرب الطعم فجربت وطلع الطعم ثقه قسم بالله يستاهل انك تنزلها فبنزلها لا تنزل دقيقه عندي شرط وشو يجيبوا لي شاورما خلهم يجيبوا لي شاورما سلام كرجي كرجي خلاص ابو خالد يجيب لك ابو خالد يقول انا اجيب لك اصيل شاورما مثل ما بغى
خمس رجال يا بنت. عبد انا اجيب. خلاص يا جماعه خير بنزل لكم بعد سناب هذه. علم باسي اللي تشتكي حب غالي من وتحشوف خل ما يدور بديله واجد الناس لكن ما الغيره مجالي واجد الناس لكن 10 من 10 اوف لا ما قد صار ذي بلغت لا 10 والله من 10 والله والله 10 من 10 يلا اللي يفوز يا عيال ياخذ المية. جاهزين؟ جاهزين. حجر ورق مقص. بسم الله. حجر ورق مقص. حجر ورق مقص. حجر ورق مقص. يا سلام. حجر ورق مقص. جيب جيب يا بود. حجر ورق مقص. جيب. حجر ورق مقص. جيب اقول. حجر ورق مقص. حجر ورق مقص. تعال. يا سلام. حجر ورق مقص. ألف مبروك. ما هو الهرمون المرتفع لديك حاليا؟ اكتبوا لي بالكومنت وانا بسال عيال. ابو خالد يا هلا. وش الهرمون المرتفع لديك حاليا؟ هرمون مشى صانة تمشي. هرمون التسليك. تسليك. يا سلام. وانت صيل؟ انا هرمون الطفره. الطفره. وانت عم مزيكه؟ انا هرمون الفهاوه. الفهاوه. ايوه. شوف الفراش داخل ولا ربيتكم يا ولد. مو زين هلو رقبت والله ما نام والله ما نام والله لحل الأم الإجازة لخلي الإجازة تندم نجت. أيوة. إجازة فرصتي هذه. أيوة. فرصتي إني أسهر وأقوم كل وقت. بس راحتك يا هب. راحتي راحتي أرتاح وقت الدواء. نوم ما تبي تنام. النوم ما يذوق النوم خمام الوسايد الوسادة هو اللي نام. ما يذوق النوم ما يذوق العجز. جاسم بالمتى رحنا اللغز يا جماعة الخير اللي يقول هاتوا مثل يا أهل المعرفة وقولوه معناه رجال انت ترى كان رزة بعد الوقوف انتم تعالى ودلوه جنه بناته كل وحدة تغزة. الحل يا جماعة الخير اللي المثل اللي يقول الجمل لا طاح كثرة سكاكينة. يا عزاز مشكي روحه قال لكم حل الأمة الإجازة نايمل عن حلمك صيب عندي لك لغز يحب قلبك. لغز؟ ايه يا ابن الحلال ما هو فايد الغاز الحين يبي ينام راح نم على جاهز راح نم راح نم راح نم طير ابو النوم هذا خرع هات له لغز يلا 250 ها انت أيوه؟ وصير اللغز لا يحلوا ان شاء الله عبد يحلوا يحلون عيال ان شاء الله بنشدك على الرجال مع الناس موجود موجود يقضي بعض عمره ما غير يتلفت تلفت. ما هو ولد محمود والفعل محمود واحيان يثبت والمشاوير كفت ايوه الهوى مالك لور سيارة تسعة لا سفينة ما سفينة سيارة الدورية ولا الدورية هليكوبتر ولا الهليكوبتر وين الحماس يا صي وين التفكير الفها ما هو الفها البوصلة ما هي البوصلة نايم انت اسلتها وشي اسلقها اسلتها ما اسلتها ما هي اه 250 ولا غرا وش اللي 250 راحت عليك كوره حق واحد ما رحت لها واحد بس عطنا فرصه ما انت حر وش تبي اسوي مقال وش اسوي مقلب يا ابوي ما توبت على المقال ما توب انا توقفت عشان يشكون اني بسوي مقلب يحسبون خلاص توبت يا سلام الحين راجع غدره كذا فهمت من المقلب مقلب ابو خالد وشو وشو راح صور وتشوف وشو وشو طيب راح صور طيب قل لي لا ما قايل لك وشو وش المقلب طيب راح 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 وشو راح يرجع خلاص تجينا الله يستر عمو زيكا يا هلا بك نبي رسالة اليوم رسالة اليوم يا ضاري السعادة موجودة في أمرين قلب قانع بالعطاء ونفس مطمئنة بالقضاء اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا
ومن كل بلاء عافية، واللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب. يا سويتك بحلا بتشكروني 5 سنين قدام، مو سنتين ولا سنة. خمس سنين دق دق مش بالله دق يا رجل شبلات من جوالك دق دق دقيل لك بوكك ترى دقيل لك يا خفيف. ايش هذا؟ ليش دخل هنا؟ لا لا خلاص اطلع له بس ايش برايك ابو خالد؟ ابعد ابعد من دور المنجل يا المنجل طردنا. لا عادي ايش برايك؟ ايش سامع انت؟ ايش سامع المخرب مو مؤكد؟ تعال وقت ليه؟ ومتنجل وش اللي انت مالك دخل، انت مالك دخل، ايش وكني انا؟ انطردنا من الاستراحه يا جماعه. كل من وجهه الشيء ابعد عني وعين الله خير. لا انت مالك دخل بس ليه؟ ابعد وقتك اكثر ابعد. انت اللي كليت صار تو. لا 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 امسك. لا 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 انت الحين انت الحين طردت انا الله يهديك. ما طردت. وش سويت؟ ما مفتيحنا نعولنا. اسمع تروح تجيب الاغاني هناك. لا والله ما اروح. عصبا عنك تجيبها. نقعد بالبرد متنا جملنا. خلنا نرجع البيت ايوه ومباشر نجي معنا سيريلاك يرضى ندق الكعاب يعني الشك والله وش كعاب انا بدون نعول كعاب انا بدون نعول يا اصيل جيب نعول يا اخي مسكين والله رحمته ايش تسوي بو يا اسمع اسمع هذا